مهرجان الروح المات عنه مصيوب مهرجان معدل وفطن داخل القلوب كيف مش نخيطه؟ هذا اللي هم كل لقته والخيمة شحال تفوت باش تطلع؟ تطلع الخيمة تطلع للها واعرة الخيمة خيمة واعرة تطلع كم فيها من متر؟ فيها 12 متر فيها 19 متر فيها 20 متر كل خلق من الخيام اللي فيها 22 متر 25 متر خيام الكبارات وذلك باقي العلاية عدلوا هاد الخيام ولا؟ ايوا ما شي قليل دوك الماليات الاولات جدودنا وجدود جدودنا ما ماتوا ومازال شي قليل هاد الشباب هما اللي يتعلم الصحراويات مسكينات الصحراويات يبغوا يخلوا ومنات ومنات منات ويتعلموا فاش هما جدودنا ربينا بهذا اللي فهو هذا تقاليدنا هذو هم ودريك واش كاين لا عندهم لا بيدهم كاين الماكن كاين لا 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 لي هذا يتعدلوا لا لي ما تعدلوا الماكينه عدلوا الصحراويات اللي رابيه في الصحراء هي تعدل هذه الصوف تاع تاعش حيوان ديال المعيز هذا ديال القنب ديال الشياه هذا ديال الشياه هادو الصوف تشروها ها الصوف هذه تشروها لا عندنا نشروها ماشي الغنمات ثلاث كاينه لا نشرو عندنا نشرو كم شرو غير ماليات كاينه في الصحراء الحياه من بزاف الناس كاسبه القنب شروه 4 كيلو ب 400 الكيلو 400 كيلو ب 400 كيلو ب 400 هنا شنو الى ارخص الى ارخص 300 الكيلو الى ارخص 100 ريال 300 300 الكيلو الى ارخص كاع والخيمه منين تشوفها بشحال تباع كم منين الخيمه ما هي واحد خالق اللي تنباع ب مليون ونص الخيمة الكبيرة الكبارة تنباعو كاع جوج المليون ياكل فيه هو وخالق تعاونيات يشجعوا العلايات على هادشي كاينات كاينات تعاونيات تعاونيات غير شي قليل ما تلا كاين شي العلايات مسكينات ما تلعياو لأن هادي مليات الصحراء اللي مالفات الصحراء مالفات يخدموا في الخدمة راهم مازالوا حاكمات في الحرفة غير واعره في الحرفه واعره على باش يتعلمها متعبه شوي متعبه شوي هذه دير تعب تعيين تعب ايه ما يعرفوا ما كيما يعرفوا الشباب هالشيء هذول الشباب الصغير ما يعرف ما يعرف الشباب اللي ما يعرف خيمه خاصها قيمه كبيره يقول مات لو كاينات ماليات اللي يعدلوه يومات لو كاينات عندها قيمة كبيرة كل احنا يبات الضيف يرتبط يجي اللاغ ويرتبط تقضي النار فيها تجي الضيافين لو أهل العائلة بأولاده وبمناته ولاد الخيمة الشكوى معلقة القربة معلقة والقطايف منشورة الخيمة راهي قد منهون إلى منين راهي نقول احنا السهب سهب الخيمة نقولها لا سهب 20 متر 24 25 26 يحبس ويبات الضيف ويبات ويشوف فيها فين ويباتوا يباتوا في وسطهم ندير واحد الساتر ويباتوا لمنات وامه لهيه ويباتوا الترك ويبات كل شيء هذا سبحان الله اللي ترفد الخيمه ما ترفدوا الصاله نقولوا احنا ديال الصاله تبركه ديال نرفدوا وكتكون خيمه في زر الخيمه الخيمه في زر الخيمه تعود الخيمه كبيره ويعودوا اولادها يتزوجوا اولادها ويعودوا فارقات عليها الخيمه بحال هاي بركاتي بحال هاي بركاتي على الخيمه الكبيره جوع خيمة كبيرة وتشوف الخيام فارقات عليها الخوي ديال نشوحنا الخيام هذا خيام أولادهم هذا بحر تعرس العرا بحر تعرس بحر تعرس ولولاده ولاد الخيمة وتشوف الخيام فارقات عليها صغارات صغارات اثنين دور العام يكبروا فوق الخيام يزيدوا فوق الخيام يكبروا والخيمة الكبيرة تشوفها الوسط والخيام أولادهم فارقين عليهم هذاك الشيء تقاليد نحن ديال الصحر قلتوا وجواك كيف عامل في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف هما اللي بحال هكاك لا هذا الحمد لله لا خيامنا مقهورات فارقات عليه وتشوف العائله وتشوف يعود الغنم مبركه والابل مبركه والشكاوي معلقات في الربيع وفي الصيف هما اللي تشوفوا ينشروا قدام الخيام والخيام مقهورات
يبنوا كل البنيات وسطهم، تقول لا مصريه ذيك الخيبه وطباليها ومجامرها مطروحي مشكو معلق زين ذاك كامل والقطايف منشوره. التقاليد الاولين زين قالت له كاينه. ولكن دري كل اللي عنده خيمه في داره. اه؟ كي اللي عدل الخيمه في الدار عنده خاصة. اه اي خالق اللي ما ناسي فيك التقاليد عدل فيك الخيمه. عدلها في الجرده ولا ينشرها في الجرده وينشرها قدام دار ويبنيها قدام دار ويبغي فيك الهواء ويبغي يخرص لنا ويدير فيها فيك الطبله وتميتي. ايه ها التقاليد خالق اللي ما ناسي فيك الهواء وفيك الخيام الزينات بحال هكا بركاتي. ودريك يعدلوا حتى الخيام في المناسبات. ايه يبنوه عاد يديروا الاستعراف. يعدلوهم في المناسبات ويبنوهم في الاعراس. ها يبنوا فوق الخيام اصلا عاد تقاليد يبنوا فوق الخيام يبنوها قدام ذاك يبنوها قدام ذاك الدفوع اللي جاي تدخل الناس وتطير كاع العين الا فيك الخيمه الزينه المكهوره ولا كل شيء فيها المجامر فيها المعين الزينين المصبولين.